ان شاء الله تكونوا بكم لاباس، تكونوا كم بخير. دونك حبيت نقول لكم بلي راني حابه ندير لكم في كل فيديو نصيحه، يعني خاصه بالقرايه وبالباك، ويعني كيفاش تقراو. والنصيحه تاع اليوم هي انه ما تكثرش لي بروف. يعني كيفاش؟ ما يعني اذا كان البروف تاعك تاع الليسي مليح، سي با لا بين تروح دير لي كور وتخليه على روحك وتتخلط لك. هذا ما كان يعني ما في اليوتيوب ما تطيحش تبوري. نهضر لكم نحكي لكم على هذا الكتاب اللي بالنسبه ليا هو المنقذ الوحيد لاصحاب البكالوريا. شوفوا هذا المراجعه النهائيه اسبانيول عندكم اللي كتبته هذه نورمالمون علاوي هدى. فوالا. ولي سقساوني على السعر نتاعو باسكو حطيته في الانستغرام، نورمالمون 50000، جو بونس بكو 50000، يعني مليح اذا كان يعني عاون ومليح السعر نتاعو سافا، يعني تقدروا تشروه ديريكتومون في الفيديو تاع اليوم. اليوم راح نهضر لكم على هذا الكتاب، نهضر لكم على ثلاث حوايج. اولا واش فيه، يعني المحتوى نتاعو اسكو فيه جرامير برك دروس يعني تاع القواعد، ولا فيه ثاني نصوص. ثالث حاجه راح نحكي لكم عليها اسكو قراو بهذا الكتاب برك، يعني المرجع الوحيد تشروه، ولا لا لازم تشرو مراجع، يعني مراجع واحده اخرى. سو نبداو بالحاجه الاولى اللي هي واش فيه، يعني المحتوى نتاع هذا الكتاب واش فيه. نفتحوا مع بعضنا. اوكي الكونتينيدو هو المحتوى، يعني واش فيه. البارتي الاولى هم كاتبين لكم واحد الدروس، يعني عناوين تاع واحد الدروس نورمالمون راكم تعودوا قريتوهم يعني ايام تاعكم، بصح هما كشغل البيسكس تاع الاسبانيول، يعني كيما الفيرب استار ما كانش واحد ما يعرفوش، لازم تعودوا عارفينه باسكو مهم. اللي يديروا لكم ليهم لهذوك الدروس تفكير هكذا خفيف باش يعاونوكم. ومن بعد عندكم سيكوندا بارتي هي تاع الكونخوغاسيون، تقراو فيها الازمنه كامل، الفيتور سامبل، الفيتور كومبوستول، كونديسيونال، لي طون اللي راح تقراوهم في الباك كامل دايرينهم لكم هنايا. وهنايا نقول لكم حاجه باسكو وحده سقساتني قالت لي راكي درتي لنا في الانستغرام بالبروغرام تاع الاسبانيول، بصح درتي لنا الفيتور كومبوستول، وهو الفيتور كومبوستول بصح هو راه ماهوش داخل، راهم قالوا لي بلي راه ما يقروهش. دونك هنايا واش نقول لكم انايا، يعني انايا بالنسبه ليا انا ندير حذري ونقراه، وانايا راح ندير لكم عليه الفيديو ان شاء الله، راح ندير لكم السامبل وندير لكم الكومبوستو. واصلا كي تقراو السامبل الكومبوستو يجيكم موي فاثيل، ساهل يعني ما تقلقوش كامل منو كيكم اقراهم وباش تكونوا يعني واجدين اذا جمشيو. ومن بعد البارتي الثالثه واش فيها، فيها لا غراماتيكا، يعني القواعد تاع الباك اللي راح تقراهم فيهم كامل. مثلا ساري ستار هذونا وين تروحوا تلقاهم، قلت لكم باسكو هما لا باس تاع الاسبانيول. لا كونديسيون شرط، لا اوراسيون كوسال، لا اوراسيون تيمبورال، هم دوكا كي تقراهم في الباك يعني راح كيفاش نقول لكم تتعمقوا فيهم يعني اكثر. دونك هنايا تلقاو كلش واش يتعلق بالجراماتيك. ومن بعد لا بارتي الثالثه فيها الليكسيكو، ليكسيكو وسنتيبوس هما الاسماء، لي سينونيم والانتونيم هما يعني كلمه والمرادف تاعها والكلمه والضد تاعها. يعني راح تلقاو ليست كبيره فيها مثلا الفيرب، فيه الاسم نتاعو وفيه لي ادجكتيف، لادجكتيف تاعو، سينونيم الانتونيم. على يديروهم لكم باسكو في الباك نتاعكم يديروا لكم هكذا طابلو صغير ديروا فيه، تلقاو مثلا اذا عطاو لكم يمدوا لكم طابلو صغير هكذا، اذا عطاو لكم الفيرب يقول لكم اعطوني السوستانتيبو والادجكتيفو، ولا يعكسوا لكم يمدوا لكم الادجكتيف ومدوا لي الفيرب ومدوا لي الاسم، يعني كل مره كيفاه. ودي فوا ما يمدوا لكمش كامل هذو، بصح يمدوا لكم مثلا كلمه يقول لك اعطيني المرادف تاعها واعطيني الضد تاعها، يعني الانسونيم. دي فوا يكونوا من تستخرجهم من نص برك، ودي فوا لا يقول لك يعني من عندك انت، يعني ماشي من النص كل مره وكيفاه، يعني بصح يكتبوا لكم اذا كان من النص راهم يقولوا لكم. في البارتي هذا الثالث يعني كاين براكتيكاس، خي هذا الكتاب فيه دروس تاع القواعد،
القواعد بيان سور ما بلا براكتيس والو، كي شغل ما درت والو. كيفاش يقولوا براكتيس ميكس بيرفكشن، يعني براكتيس هو اللي راح يساعدك. مثلا اذا قريت درس تاع جرامر لازم دير له تمارين وتحل تمارين وتشوف الحل باش تقيم روحك. اذا ما لا بارتي الاخرى واش فيها، فيها لاسبير ويباس يعني الفروض وهكذا، فيها واش فيها، فيها نصوص واسئله ومن بعد الغرامر ومن بعدها برودكسيون اسكريتا اللي هي الفقره، يعني اللي راح يعطيها لكم الفقره يعطيكم زوج مواضيع، سواء في هذا الكتاب يعني نحضر لكم عليه ولا في البكالوريا ثاني، يعني تخيلوا اللي يعجبكم وتكتبوا لهم عليه. وثاني هذه لا بارتي الرابعه عندكم ليكتورا. ليكتورا هذه قلت لكم لا بارتي الاخرى تهضر على لا ليكتورا، فيها قلت لكم فيها البرويباس ومعها ثاني لا ليكتورا. لا بارتي تاع ليكتورا هذونا واش فيها، واش دايرين لكم بها، دايرين لكم بها نصوص بالعناوين تاعهم بلا دي كيستيون بلا غرامر، الاسئله تاع الغرامر ولا تاع النص ما فيهاش، فيها النص برك مع العنوان تاعو. هذونا النصوص يعني تاع الباك بيان سور، يعني ماشي تاع السوجيه تاع الباك، نهضر لكم على المواضيع اللي نتوما كشغل تطرقوا ليهم في الباك وتقراوهم، مثلا ديبورتي لا موسيكا طرباخو انفانتيل، يخيروا لكم هكذا شويه منهم ودايرينهم لكم باش تهزوا منهم دي زيدي. مثلا تعجبك انت هي فكره في هذاك النص تهزها تكتبها في دير كاي سبيسيال كل موضوع كيفاه وتجمع عليه افكار، يعني باش تكتسبوا افكار واحدة اخرى للفقرة. مثلا شوفوا الحاجة اللي تعجبني في هذا الكتاب انه هو مع ترجمة للعربية، لوك شوفوا هم كتبي لكم مع ترجمة للعربية، يعني دروس مثلا تاع الغرامير، يعني جينيرالمون كامل التلاميذ نقولوا بلي راهم صعاب وهكذا، هما ماهمش صعاب يعني، بصح احنا ماذا بينا كامل يعودوا مشروحين بالعربيه. مثلا هذه الجمله بيانسو كي ماريا با اكاسارسي، اظن ان ماريا ستتفيه. قلت لكم في هذه لا بارتي تاع ميم شوفوا تاع الكونسيخو ها هو راه كاتبين لكم عنوان ثاني يشرحوا لكم العنوان، يعني باش تكونوا فاهمين واش راكم تقراو. حابه نهضر لكم على هذا البارت، يعني لا بارتي تاع البرويباس هذه هايله، فهمتهم سطر الكلمه اللي مانيش فاهمتهم كي نقرا النص. مثلا هذه هذا المثال النص هذا تاع لا رياليداد دي لوس خوبينيس دي اي، هذا شرح فيه بزاف كلمات. شوفوا كيفاش تلقاو الكومبريسيون اسكريتا، يعني تاع الفهم تاع النص، يعطوك اسئله راح تجاوب تلقى الجواب نتاعهم من النص. عندك 1 2 3 4 هذوما تكتبوا، يعني كل تمرين كل سؤال ديروا له هنايا اونتر بارونتيز وديروا ريبونس 1 2 3 حتى تكملوا، مش راح تلقاوهم لكم هاكم خلطه تخلطوها على رواحكم. ثاني لا بارتي اللي حابه نحكي لكم عليها تاع لا ليكتوره، انا كنت نموت عليها. مثلا هذا ابراندير ايديوماس، درس مثلا تقراوه ومن بعد نتايا عجبتك فكره كيما قلت لكم تروحوا تكتبوها، عجبتك فكره تروح تجيب كاي، قلت لكم من الافضله يعني انا كنت ندير فيها تجيبوا كاي مثلا موضوع تاع طرباخو انفانتيل، تكتبوا العنوان طرباخو انفانتيل وديروا هكذا زعما شغل مطات وتكتبوا فيه، مش راح تكثروا الافكار، هاي راح ديروها تاع افكار تاع كل موضوع تقراوه في الباك، ديروا 4 5 6 ماكسيموم افكار لكل درس باش كي تجيو تكتبوا فقره ولا يكون عندكم ديجا دي زيدي باش ديراكتومون تبداو تكتبوا. ومام في الكلاسه مثلا كي تعودوا البروف يعطيكم جمله وانتم عجبتكم، يعني ولا مثلا واحد يقرا معكم قال فكره نتوما كي تطيحوا تتناقشوا في القسم راكم تمدوا ياسر افكار، ملا واحد عجبتك فكره نتاعو يعني مد مثال تعريف مثلا لا طرباخو انفانتيل ولا كشما فكره مليحه ولا تكتبوها، يعني كي تعود نتايا وحدك زعما في الدار في فيزي ولا وجاتك فكره عجباتك حسيتها مليحه روح اكتبها. انا ما قلتلكمش احفظوهم يعني ولا، بصح ثلاث افكار اربعه ملاح ولا غملاح يساعدوكم كي تجي تكتب الفكره ديريكتومون اصلا تتفكر،
مثلا هذيك الحصة الفلانية كان هدر هذاك واحد يقرأ معايا قلنا هذيك الجملة عجبتني نستعملها هنا، يعني ما راح تحفظها تا صم بصح تشفع على هكذا يعني ليدي هكا اون جينيرال راح تشفع عليها. عندكم البارتي الاخرى اللي راح نهضر لكم عليها، هذه تاع التصحيح، فيها هذه كوريكسيون this one، فيها الكوريكشن التصحيح نتاع التمارين نتاع الجرامر، يعني تاع الدروس تاع القواعد، وفيها ثاني تمارين كيما هذا. من الاخر دايرين لكم التصحيح تاع النصوص، جو بونس فيه 30 31، فيه 31 نص، نظن انه يعني كافي. تجيات شويه تاع الباك هايله. الوغ هذا مكان لو مازال كاين حاجه، هو البارتي تاع الليكسيكو. نورمالمون كل ما تخلص وحده يديروا ليكسيكو اللي خاص به. هايل، شوفوا واش تلقاو فيه. ليستا دي فيربوس كونسوس ادجيتيبوس اي سوستانتيبوس، يعني لا ليفات والاسماء والاسماء. مثلا الفيرب اثيبتار، هم دايرين لكم اثيبتار، اثيبتاسيون، اثيبتادو هو الادجكتيف. دونك هذا هو الكتاب اللي قلت لكم عليه، مراجعه نهائيه اسبانيول. دونك حكينا على المحتوى نتاعو واش فيه. الاخرى حاجه الاخرى اللي نقولها لكم هي اسكو قلت لكم تقدروا تقراوا بهذا الكتاب برك، ولا لازم مراجع واحد اخرين يعني تزيدوهم مع هذا. بالنسبه ليا انايا ونصيحتي لكم انكم هذا الكتاب يعني كافي، ولا تبدا تخلط فيها بروحك بمراجع واحد اخرى يهنيكم يعني ويساعدكم ويسهل عليكم الطريق. دونك اشرو هذا برك، انا قريت به، يعني انا شخصيا قلت لكم قريت به. واش ثاني راح نقول لكم، الدرس كيفاش الدروس، دروس كي ندير لكم درس ولا راح نحط لكم نحط لكم دروس في الانستغرام، يعني ندير لكم هنايا كي ندير لكم الدرس بالك ما يبان لكمش ولا نصور لكم مليح ونحط لكم في الانستغرام. دونك لازم عليكم ما تنساوش تابونيوني في الانستغرام، نحط لكم تحت في الديسكريبشن، روحوا تابونيو ثم باش تلقاو ندير دي بوست واحد اخرين، يعني ماشي غير الدروس، ميبي موتيفيشن و تنظيم الوقت، بزاف حوايج. واش ثاني، في الكومنتير ديروا لي كومنتير، قولوا لي واش قولوا لي اسكو عجبكم ولا لا، واش نزيدكم، وافكار تاع الفيديوهات اللي راكم حابين تشوفوهم في القناه. واش ثاني، يعني اي استفسار ماشي بالكومنتير برك، في الانستغرام تحقوا حاجه اي حاجه، يعني اي استفسار عندكم سؤال ابعثوهم لي وان شاء الله نجاوب عليهم كامل. استالا فيستا، وربي يوفقكم. سلام.